السلام عليكم. اليوم معانا وصفة صحية بانكيك. المقادير: كوب حليب قليل الدسم، وكوب شوفان أي نوع، ملعقتين كبيرة عسل، حبة بيضة، ملعقة كبيرة بيكنج بودر، ملعقة صغيرة قرفة، شوية فانيليا. كل المقادير هذه نخلطها في خلاط الجك، بعد ما خلطناها راح نجيب صحن عميق ونحط فيه الخليط، طبعا زي كده القوام، ونجيب تاوة وندهنها بشوية زبدة ونبدأ نشكل أقراص البانكيك. أنا طبعا راح أعملها أقراص متوسطة، طبعاً أنتم ممكن تسوونها قرص كامل أو ممكن تسوونها أقراص صغيرة، اللي يريحكم ويعجبكم. أول قطعة معانا تقريبا جاهزة، نسوي القرص الثاني، ما تاخذ وقت على النار، من كل جهة أقل من دقيقة، أهم شيء النار تكون مرة واطية. والقرص الثاني كمان صار جاهز، آخر كمية معانا. شايفين كيف الأطراف لما تبدأ تنشف؟ احنا نحاول نقلب القرص. بكذا خلصنا. بما ان البانكيك صحي، الاحلى ان احنا ناكله مع فواكه. اختياراتي راح تكون فراولة، وتوت، يوسف أفندي. لكم حرية الاختيار، ممكن موز وممكن نوع واحد، ممكن تفاح، كيوي، أي شيء، أهم شيء تكون فواكه. كلنا نعرف إنه الفواكه تعطي جمالية للصحن وللأكلة، فطبيعي ما راح نستغني عنها في أكلاتنا، خاصة في حلوياتنا. شوفوا كيف صار الصحن شكله حلو ومشهي، فقط 3 أنواع فاكهة مع البانكيك، طعمها حيكون مرة رائع. آخر خطوة، أزين البانكيك بالعسل. بما اننا اضفنا ملعقتين عسل في مكوناتنا، راح نزين البانكيك كمان بالعسل، خطوط بسيطة تعطي جمالية للبانكيك وشكل حلو. وصفتنا صحية وتحتاج للعسل، اللي ما يحبه مو لازم يحط، بس نصيحة لا تتهورون وتحطون شي ثاني. وما يمنع ان احنا كمان نحط الفواكه شوية عسل. واكلتنا الصحية جاهزة للأكل، جربوها. الآن راح اقطعها معاكم وتشوفون كيف شكلها من الداخل.
شوفي كيف القطع كلها مستوية، ومع الفراولة طعمها أحلى. وبالعافية عليكم، لا تنسوا الاشتراك في القناة وعمل لايك وفعلوا الجرس حتى توصلكم كل جديد من طبخاتي الحلوة الخفيفة السريعة. وإلى اللقاء في وصفة جديدة، وبألف ألف ألف عافية. أختكم هناء.